شوفوا التقرميشة ديالها، شوفوا مرقة. عليكم اللهم صلي وسلم على الحبيب المصطفى. هذا النهار واحد الوصفة ديال العجينة المورقة أو باف بيستري اللي كنستعملوها في الحلو والمالح، عديدة الاستعمالات، جد جد لذيذة وطيبة وفيها عديد الوصفات تنفع في الأعياد وفي رمضان إن شاء الله. خصنا حلقات وحلقات باش نقدر نوصل لكم داكشي اللي كنعرف بإذن الله. العجينة المورقة، قبل ما نمشيو شكرا للمشاهدين الجداد، كلمة شكر من القلب لبنياتي المصريات، جزاكم الله عني ألف خير وعلى كلامكم الطيب، وبنياتي السعوديات جزاكم الله بخير والله يبارك فيكم وشكرا على كلامكم الطيب. وكلمة شكر لصاحبة القناة بنتي شيماء، مطبخ ومخبوزات شيماء وروايح زمان، شكرا أبنتي على الدعم وشكرا أبنتي على المساعدة، فعلا قناتها تمنى تزوروها، أخت عندها ما تعطي يعني في المخبوزات ما شاء الله عليها، الله يحفظ لها يدياتها. شكرا شكرا. نعرفكم على راسي بسرعة، أنا أم لجوج بنيتات، واحدة عندها 30 سنة والصغيرة عندها 17 سنة. أنا جدة ديال الطفل في عمره 7 سنين، جيت لهاد البلاد أمريكا وأنا بنت باقة صغيرة، تزوجت هنا، تربيت هنا، تعلمت نطيب هنا. سو بعض المرات أبنياتي صبروا عليا، الإنجليزية كتغلب عليا، ماشي هذيك عندي أنا شايفة حالي باغا نهضر بالإنجليزية أو العياقة كيف ما كيقولوا بالمغربية، راه غير بناتي ابنياتي أنا راه غير كبر يعني، هذا لغة البلاد وتعودت عليها، ولكن سوف نحاول نكتبوا بالعربية ونهضروا بالعربية. المقادير كالتالي، بغيتي 325 غرام ديال الدقيق الأبيض، غديري فيه قبيصة ديال الملح، ملعقة كبيرة ديال السكر، بغينا الخميرة ملعقة 7 غرام هنايا أو ملعقة صغيرة واللي بغى يعود السكر بالعسل تقدري تعودي السكر بالعسل. هذه الباف بيستري ديال السيفري يعني ديال المملحات، ما كندير فيها لا بيض لا حليب، والنتيجه هائله. الا بغيت ندير فيها الحلويات اللي كنضيف البيض والحليب anyway. والماء كنعجنها بالماء يعني عادي، كتكون عجينه ماشي مرخوفه وماشي قاصحه كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نخدمها باذن الله 10 دقائق. ضروري يا بنتي ما تخدميها حتى تصير عندك عجينه رخوه. كي هاد العجينه ما كتخمر شاي، خليها تستراح 10 دقائق، من بعد سرحيها ليا على شكل مستطيل، غطيها ليا ودخليها ليا للثلاجه. دابا ندوزو نصبطو الزبده ديال التوراق، الزبده حيوانيه 250 غرام ديال الزبده اللي غتجبدها ليا نتيا يا بارده من الثلاجه حتى هي. غتشوفي معايا الطريقه كي كندير لها، كتجيبي واحد الورقه الزبده وغتجيبي المدلك ديالك وتضربيها، بغينا نشكلوها حتى هي على شكل مستطيل يكون صغر من العجين ديالك واخا. دابا حتى هذيك غتدخل الثلاجه، العجينه والزبده بجوج باردين نص ساعه هما في الثلاجه. كنوضع الزبده ديالي داخل العجين ديالي بحيث الشكل هذا كنخالفها باش نعمل اونفلوب كيف ما غتشوفي معايا. هاد الطريقه هذه غنضمن الزبده ما تخرجش معايا. اهم شيء المطبخ ديالنا يكون بارد ما يكون سخون، سطح العمل يكون بارد ما يكون سخون. اول ملي كنبغي نسرح العجين ديالي ما كنسرحهاش كالعاده، كنضرب شويه هكا، كنبقى نضرب هكا عاد كنسرح. دابا غنسرح العجينه ديالي باش نطويها معاكم. ناكد بنيتي من سر نجاح هاد العجينه هادي، المطبخ بارد، سطح العمل بارد، العجينه بارده، الزبده بارده. اوكي كنسرح، دابا كنسرح ولا احتاجيت باستعانة الدقيق ما كاين حتى شي مشكل، الا تتلصق غير شويه اتس اوكي، ولكن باش تخرج لنا الزبده بنيتي بزاف راه ما غتنجحش لك، تلصقش شويه لا باس. اوكي هاكي برولين، غدا كنسرحها، بغيت نسرحها شويه رقيقه، غادي ندير واحد الطويه المدوبله، ذا فيرست وان دبل تيرن، يعني كيف ما كتشوفوا على شكل كتيب، وغنبقى نقاد فيها قد ما بنيتي قاديتيها مزيان لك. من بعد غادي نسد، هانت
نخدمه غندخلها للثلاجة على الأقل نص ساعة. بعد نص ساعة ضروري هاد الخطوة كنجبدها استعانة بالدقيق. دابا غنديرو الطوية الثانية دو سكند تيرن رايت، هادي دابا الثانية بالاستعانة ديال الدقيق. لا بأس إذا كتلصق غير شوية، أما بنتي تلصق لك بزاف أو العجينة والزبدة نو هذاك غير راه ما صدقاتش لك. سطح العمل بنيتي إذا لقيتي عجينتك بدات كتسخن معاك، كاينه واحد الحينة من الحيان كنقبط أنا التلج إذا كان المطبخ ديالي سخون التلج كنديرو في سطح العمل أبنتي، من بعد كنشف مزيان ما يبقى شاين ما، وكنسرح العجينة ديالي سطح العمل ملي كيكون التلج كيساعدني. أوكي المحلات الكبرى تتكون عندهم واحد الماشينة اللي كتسرح، أنا وانت يا ماما ما عندناش، so we have to be careful. الحاجة الأخرى تكون عندهم ماما من تحت الثلاجة، احنا بنتي أنا وانت ما عندناش، so داكشي علاش كل شخص يكون أماما بارد. أوكي دابا الطوية الثانية قلنا هذا always we're gonna use some flour، دائما بالاستعانة ديال شوية الدقيق نسرحيها باش نطويها هاد المرة على ثلاثة المرات. ها ثلاثة شتيها هكا واحد، وغنجيب هذا اللي هنا، هذه دابا الطويه الثانيه ردوها بنيتي الثلاجه واحد نص ساعه ونرجعوها نخدموها نطويوها للمره الاخيره الثالثه والاخيره، دائما بالاستعانه بشويه الدقيق الابيض. باي ذا واي انا نقدر نعملها مع بنياتي، يعني نقدر نعملها معكم لايف، يعني نحدو شي يوم الا عجبتكم هاد العجينه، واخا غير جوج ثلاثه البنات اربعه البنات ماشي يكون شي عدد كبير، نقدر بنياتي نديرها معكم لايف وتشوفوا اللي عنده شي سؤال تسولني ما كاين حتى شي مشكل، ونعودوها مره جوج وثلاثه وربع حتى تعلموها. انا كنعترف وكنظن بان كل مراه او كل بنت لازم تعلم هذه، هذه عجينه راقيه وكتباري بها ضيوفك. الطويه الثالثه بحال بحال الثانيه وكنستعينوا بالدقيق، وملي غنساليو الطويه الثالثه ما كنخدموش حتى شيء، صافي وير دان فور تونايت. اشنو كنديروا حتى الغد ليه ضروري كتبات ليله كامله في ثلاجتك، والغد ليه غادي تشوفوا معايا اشكال وانواع، وقلت لكم هاد العجينه المورقه راه خصها شهور غير بواحد. كنغطيوها مزيان كنغطيوها ما خصش يقيسها الماء، وكندخلوها الثلاجه وغدا نخدموها مره اخرى. تهلاو ليا بعضياتكم وجزاكم الله الف خير. واللقطه الاخرى ديال ولد بنتي كيضرب في الزبده كيحاول يسرحها. يلا سي يو تومورو. اوه اتس اول رايت ما غنمسحوش هادشي غنخليه عليكم. اوكي نو لا ما شوغر ستوب اد سم شوغر.